اهلا بحضراتكم من جديد. بكمل حواري طبعا مع المهندس شريف العريان وايضا الاستاذ محمد جاد. بس مهندس شريف، يمكن اجي لحضرتك كنا بنتكلم في الفاصل ان حضرتك عندك حلم انه يبقى في اكتفاء ذاتي ماديا وان حضرتك ما تحتاجش تمويل من الدوله. الحلم ده شايفه قابل يعني للتنفيذ في مصر ولا لا؟ اي حاجه قابله للتنفيذ خلاص، عايزه اجتهاد، عايزه شغل، مش هتيجي في بين يوم وليله ده اكيد. صحيح. يعني خلاص، فاحنا كل سنه بنعلي الاداء بتاعنا، يعني الاكتفاء الذاتي بتاعنا بيزيد شويه خلاص، انما لغايه حاليا لا طبعا، اكتر من 50% من احتياجات الاتحاد بالكامل خلاص الدوله هي اللي بتوفرها. فالدوله هي الداعم الاول لرياضه الخماسي ولجميع الرياضات الحقيقه. صحيح. بلا استثناء يمكن الكوره هو الوحيد اللي يعني مش محتاج قوي خلاص، انما كل الرياضات الاخرى لا، الدوله طبعا مؤسسه شباب الرياضه في وزاره شباب الرياضه طبعا هي الدعم الاول، بلا ما حدش يقدر ينكر هذا الكلام على الاطلاق، ولا نقدر نسرفايف حتى من غيرها. انما بنجتهد، ان انا كنت احتياجي من الدوله 90% في المية في وقت من الاوقات، بقى 90 بقى 80 بقى 70 وهكذا خلاص. انما انا حلمي ان الرياضه خلاص، الرياضه الاولمبيه تبقى عندها اكتفاء ذاتي. كان عندنا مشكله ان ما فيش قانون، دلوقتي بقى في قانون، قانون 71 سنه 2017 يتيح الاستثمار الرياضي. صحيح. لاي حد، فكل الناس اللي بقى عايزه تخش اتحادات، واحنا داخلين على انتخابات اهو خلاص، لازم عندها فكر استثماري وفكر اقتصادي هتدير ازاي خلاص، هو ده الاهم، اهم من الفكر الفني خلاص. احنا كلنا دخلنا الاتحاد الاول ان عندنا يعني فكر فني عايزين ننفذه ونعمله، عندنا حلم. طب جميل قوي، طب ده التمويل بتاعه هيجي منين؟ برافو عليك، ده الاول. لازم يبقى في فكر اقتصادي مع الفني عشان تقدر تنفذ الفني، من غير اقتصادي مفيش حاجه، مش هتقدر تعمل حاجه. طبعًا. طب قول لي، يعني يمكن حتى قانون تعديلات الرياضه اللي احنا سامعين عليها هيدي فلكسبيليتي اكتر، هيبقى في مرونه اكتر في موضوع الاستثمار، شايف الكلام ده حقيقه يا باشمهندس ولا يعني لا؟ هيبقى في مرونه اكتر في موضوع الشركات، انشاء شركات استثمار رياضي. حضرتك انا هديك ازاي، احنا القانون طلع امتى؟ 2017؟ من 2017 لغايه 4 سنين مين عمل حاجه؟ باستثناء النادي الاهلي الحقيقه والتجربه الفريده بتاعته، ويعني واحد او اثنين. فين؟ صحيح. يا جماعه لازم الناس تبدا تنطلق في ده، ويبقى كل مؤسسه دوله بتساعد انهم ينجحوا. لما انا هيبقى عندي دخل اضافي هقلل من العبء على الدوله. صحيح. خلاص، فده وضع طبيعي، وهقدر كمان احلامي تكبر، بدل ما انا بعمل بادجت على مثلا 10 مليون هعمله على 15، هعمله 17، حسب ما انا هقدر اجيب تمويلات شكلها ايه لاتحادي او لعبتي. تفكير سليم يا باشمهندس. وخليني برضو اجي على حته مهمه، وهي بعثه مصر الاولمبيه. الناس بتقول في طوكيو مفيش طبعا حته فنيه شويه، مفيش بابل، الكلام ده مظبوط يا باشمهندس ولا لا؟ السيستم في سيستم وقائي شرس خلاص، انما ما اقدرش انا اسميه بابل زي ما زي بابل اختراع مصري. تمام. البابل لما مصر عملته ابتداء من بطوله العالم لليد، كره اليد، حضرتك كل بني ادم موجود في البطوله، حتى الكاميرا مان، الموظفين، الطهاة، السواقين، العمال النظافه، كلهم داخل بابل، يعني في مكان واحد قاعدين ما بيشوفش اهله حتى. صحيح. خلاص لغايه ما البطوله تنتهي. صحيح. بي سي ارز بتتعامل بشكل منظم، دوري دوري، واكل شارب نايم في حته مغلقه مقفول عليك. صحيح. تمام. حتى الفولنتيرز، الكلام ده مش موجود في طوكيو. لا، مش موجود في طوكيو خلاص. في سيستم معمول، سيستم وقائي جامد جدا خلاص، انما مقسمين حتى الدول الى مجموعات خلاص. يعني السيستم الوقائي اللي معمول على جروب A غير جروب B غير جروب C. احنا سمعنا ان مصر محطوطه كليفل 2 في، احنا محطوطين في جروب B، معانا بنجلاديش، معانا انجلترا. تمام. احنا 5 6 دول في جروب B الحقيقه. ده تصنيف من ناحيه الوبائي، من ناحيه الكوفيد 19، من ناحيه لجنه منظمه لليابان شايفه الدول المفروض تتحط كتصنيف شكله ايه. ده معناه ايه بالنسبه لنا؟ معناه ان احنا 3 ايام قبل السفر الى اليابان لازم يكون عاملين لكل بني ادم مسافر بي سي ار كل يوم وطالع نيجاتيف. كم يوم ورا بعض بقى؟ 3 ايام. 3 ايام اللي قبل السفر كل يوم، ثم هتسافر. بعد ما هتوصل هناك حضرتك هتروح على القريه الاولمبيه لو انت في القريه الاولمبيه، او على فندق الخارجي لو انت فندق خارجي، هتقعد خلاص. يعني لو قريه اولمبيه انت موجود، تخالط فريقك فقط لا غير، هتنزل التمارين، ليك مكان مخصوص للتمارين. تمام. انما ما تخالطش فرق اخرى غير لما يعدي 3 ايام، وطبعا في بي سي ار كل يوم بيتعمل. تمام. بعد ال3 ايام تقدر، يعني لو انا عندي مباراه، المشكله اللي احنا حديث الساعه بالزبط. خلاص اوكي.